كيفكم؟ صباح الخير، مساء الخير. اليوم الاوتفت جدا عادي، مش اوتفت عيد، لانه طالعين انا ولين لحالنا ناكل شي مكان، ما انه حسيت العائله بدون استراحه لانه بكره طالعين على مكان كثير بعيد وطويل وقصه طويله. اوكي ركبنا بالسياره، واللي كنت عم اقوله انه بكره رح نروح على مكان رح يكون اليوم كثير طويل، فاليوم اخذين استراحه، بس انا ما عندي استراحه. فطالعين انا ولين ناكل بمطعم كل يعني مو اول مره بناكل من عنده، بس جبنا ناكل من بسوانس دلو مره ثانيه لما اشتقنا له. ابدا لي مو مجبوره سامك، ومش حاطه مايك، حسيت خلص اخذ استراحه، مع اني اصلا صار لي 5 ايام ما عم بحط مايك، بس كمان استراحه ما بنخسر شيء. بالليل يمكن نعمل فعاليات، فضلكم بحضر الستوري ورح ورجيكم شو رح ناكل. ذكريني اصور. هاي جايز كيفكم؟ رجعت لكم بعد ما خلصنا من المطعم، نسيت اصور لكم او مو نسيت بس ما قدرت لانه كان كثير زحمه المكان، بتعرفوا اليوم عيد وانا نسيان انه عيد وطالعه. بس جبنا هيك، بكون المطعم اسمه هارد اتاك بالجي بي ار، كثير زحمه كثير زحمه كثير زحمه، بس كثير طيب الصراحه. وهلا جينا انا ولين على سادل نجيب مشروبي المفضل، مشروبي المفضل رح اخليها يصير عندها مشروبي المفضل. ف ما بنعرف شو بدنا نعمل الصراحه. الساعه هلا 9 وهيك عم نفتر بس بالسياره، خلصنا اكل ومشينا، عم نفكر نحضر فيلم بس ليمتي اللي زحمه. صح لين بتحط نظارة لأنه شو؟ عندي انحراف، عندي انحراف، عندي نقص، عندي نقص بس ما بعرف قديش كان صراحة. شو؟ يعني عندي نقص بس ما بعرف قديش كان، بس إنه عندي نقص وانحراف. صح، أنا عندي الحمد لله عيوني سليمة 100%. سيبي جربي. ولا بتوجع على فكرة لما أجربها، بس أنا بتلبق لي كثير النظارة باي ذا واي، كل شيء ببالي أنا. يا عيد شريف قلبي. طبعا مثل دكتورة الفيزياء. دكتورة الفيزياء؟ ايه دكتورة الجامعة. عم ترجعي حياتي. مقنعة من انا بالنظارات بس ما عندي شيء ما شاء الله. ما في شيء الحمد لله، عيوني من عيون الصقر. المهم فايش رايكم باللوك؟ ما ورجتكم بس لابسين بني واسود. وشوز بني. بس شو كمان في اشياء. بس الوضع تمام. لايك. هاي جايز كيفكم؟ سو خطرت على بالنا لعبة انا ولين بدنا نلعبها معكم كثير كثير حلوة، جاهزة؟ يس. الا وهي لعبة القافية. لعبة القافية عبارة عن انه لازم نحكي كلمة ونمشي عليها بباقي الكلمات بنفس القافية. يلا. الكلمة هي قلا. مين يبدأ؟ انت. يلا. أنا بس اقول كيف تلعب، انه مثلا بنقول الكلمة اللي طلعت معنا بعدين نقول انا مو قصدي، انا مو قصدي مثلا، انا مو قصدي قلب، انا قصدي، وبنشرح معنى كلمة اللي على نفس القافية. هلا لما نلعب تشوف. جاهزة؟ يلا. أنا مو قصدي ألم، أنا قصدي الشيء اللي منرفرفه. شو؟ منرفرفه قصدي نلوح فيه. أنا مو قصدي علم، أنا قصدي أنا قصدي اللي بيجي من النتيجة. عدم صح؟ نتيجة اللي بيجي من النتيجة شو؟ بتعرفي بتعرفي شو يعني تعميم؟ لا لما كانت تسأل شو ما تشرحنا اياها ونتيجة غلط. سبب صح. شو دخل سبب بعلم؟ نفس القافية. سبب علم. سبب علم نفس نفس القافية. سبب علم. القافية ما لازم تكون بالأحرف. لا لا القافية بالاحرف وباللفظ. هلا شوف باللفظ بالاحرف والحركات. انتوا احكموا بالله عليكم تحكموا، بالله بالله تحكموا. مين لساته المدرسه انا ولا انت؟ شو سبب؟ انا بعرف اكثر منك. شو دخل؟ مثل بشو لما قلتي لا خلاص فيلم كانت قديمه. علم فيلم قلم. هل في رابطه؟ قلم فيلم قلم فيلم على الاخر اخر حرفين مثل بعض. قلم قافيه يعني نكون اخر حرف حبتي اربع احرف. ف
فيلم يلا كملي اشوف. بس هذيك ملغية، شو سبب؟ ما بيزبط سبب. تغير الكلمة. لا بدنا نكمل عليها. ما اختاري كلمة. كملي انت. يلا اختاري. اكمل؟ اوكي. انا مو قصدي علم، انا قصدي الشيء اللي راح نحضره في السينما. يا الله لك والله. لا مو فيلم صح، يعني ما دخل الاحرف فيلم عالم وفيلم. يا الله نانا، يا الله ما علينا. اوكي ممكن يمكن نحن نكون افشل من بعض بالقافيات يعني، بس قلم وفيلم. يلا يلا فيلم. وين كملي. انا مو قصدي فيلم، انا قصدي يا ما تجيب شيء صح، يا ما تجيب شيء اصلا لا صح ولا غلط. احسن ما اكون عم اخبط. فيلم برا خسرت. دوري انا بدي اكمل معك خمس ثواني. بيخسر انا بكمل. يلا كملي. انا مو قصدي فيلم، انا قصدي الشيء اللي بنروح نتعلمه بالمدرسه. انا مو قصدي درس. شو دخل درس؟ فكرتيني مثلك. حسيت ما في. انا مو سبب. العالم مستحيل اتخطى. والله ما عرفتي الشيء اللي بنروح نتعلمه بالمدرسه. شو بتعلم بالمدرسه؟ علم. يلا قولي غلط. هاي مو قريب لفيلم يعني، بس انه علم فيلم. علم فيلم وعلم. فيلم علم. هاي ما انت شو فيلم لو كانت بالفاء لام ميم، مش فيلم بالياء. طب اخر حرف مثل بعض. يا الله انت ودحي. يلا كملي. هاي علم. يلا كملي. انا مو قصدي علم. ودي العب. انا شو بتقول؟ انا قصدي هذاك الحيوان اللي بيعوي كلب. مين عندك كلمه جديده؟ اوكي اخترت كلمه ورد مع اني انا ورد. اوكي كيف لازم ابلش الجمله؟ انا مو قصدي ورد. انا مو قصدي ورد. انا قصدي هذاك الشيء المكتوب عليه ارقام اللي بنلعب فيه. نرد. انا مو قصدي نرد، انا قصدي الشيء من اوس فيه. انا مو قصدي فرد، انا قصدي اسم مرت فراس. رند. انا مو قصدي رند. هاي فراس ورند. انا مو قصدي رند، انا قصدي انا بفكر عشان الكلمه اللي بعدها. شو قصدك نانا؟ انا مو قصدي نرد، انا قصدي رند. رند. انا مو قصدي رند، انا قصدي قلب بالانجليزي. لا 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 اويت عم امزح. انت امزح امزح. انا مو قصدي رند، انا قصدي انا مو قصدي رند، انا قصدي دولة بالعالم. ما تقولي لي هند. صح. يا الله رند هند. كمل كمل بس انتوا قرروا يا جماعة. أنا مو قصدي هند، أنا قصدي مو قصدي شي عفكرة، أنا قصدي هند. لا عن جد هند. هند يا جماعة اكتبوا لنا كلمة هند. باي. طب شو بفكر خسرت. اوكي لين عندك كلمة جديدة تفضلي. اوكي كلمة قطة. قطة بلشي. انا مو قصدي قطة، انا قصدي الاكل الحرة. بس هي كلمة تانية بس طلعت معي حد ظابطين. اكل حرة. باني بوري. قطة حرة؟ يلا تزبط حرة، بس كان قصدي شي تاني يعني. اوكي انا مو قصدي حرة. انا قصدي بالسعودي لما تروحي مشوار طرة؟ ما كان قصدي، بس يلا بتمشي. يا الله ما التوكل. يلا. انا مو قصدي طرة، انا قصدي الزوجة الثانية. ضرة. انا مو قصدي ضرة، انا قصدي قطة باللغة العربية. هرة. انا مو قصدي هرة، انا قصدي الصوص الحار. شطة. انا مو قصدي شطة. شطة. انا مو قصدي شطة، انا قصدي لما تعيدي وتزيدي تعيدي وتزيدي. كرة. انا
قصدي كرة، أنا قصدي أنا قصدي شفته ما تزبط تزبط لا كمل بضحك استنى ما رح توقف الضحك استنى أوكي شو كانت آخر كلمة بس شو كانت آخر الكلمة طرة كرة كرة أنا مو قصدي كرة أنا قصدي هرة ما قلنا هرة هرة آخر كلمة لا هرة تريني أوكي كملي ما الهرة قلنا بعض ضرة أوكي صح أنا مو قصدي نكمل عليها نفسه نكمل أنا عليها يلا أنا ما ضل عندي طيب دورك أنا مو قصدي هرة أنا قصدي شيء ما قلنا هرة لك آخر شي كانت كرة أنا مو قصدي كرة أنا قصدي الشي لما تاكليه وما يعجبك مرة أنا مو قصدي مرة أنا قصدي الوحدة مرة أنا مو قصدي مرة أنا قصدي مرتي أنا مو قصدي مرة أنا قصدي كرة كرة برا أنا مو قصدي جو أنا مو قصدي شو كانت كلمتك؟ أنا مو قصدي مرة أنا قصدي عكس جوا برا أنا مو قصدي برا أنا قصدي عكس برا لا ما تزبط جوا شو أنت برا برا شو ماسكة؟ برا برا لك برا شو مزمي أنت برا؟ هلا بيجي الرجال يطلب برا شوفي ما ضل غير الكلمة المهم أنا فزت هاي تاني مرة لا ما فزتش كلمة جديدة مختمة فيديوهات اللعبة كيف بدك تفوزي؟ والله على فكرة ولا شيء من الكلمة الكلام اللي نوره حتى لو نتعودتي يعني يلا نهي الكلمة نظارة أخذناها بشوي لا إلا سيارة بس أنا نفس الشيء نظارة أنت بس طيب يلا أيوة شو أكثر من جمال كذا بلشي أنت استنى شعر شعر بلشي بلشي أنت شعر أنا ما قصدي شعر أنا قصدي لما نلقي شيء للناس نلقي شعر؟ أيوه لك أنا مو قصدي شعر أنا قصدي مو طبيعيني ما عندي ألعب معه جيبوني حد جديد ألعب معه يا جماعة أوكي يا جماعة لين جابت كلمة أخيرا أوكي كلمة حب أنا مو قصدي حب أنا قصدي أنا قصدي لو أكب شو أنت بشوف طب شو كنت أشرحها أنا قصدي من جوا اللب بالضبط أنا مو قصدي اللب أنا قصدي لما ننط شو بنقول علي أنا مو قصدي طب قول أكبر ما بتعرف حد لها خمسة أنا مو قصدي لا والله ما أنا قصدي هوب أنا مو قصدي هوب لكن أنا قصدي بذرة أكثر من بذرة بذور اللي شو بقلولة يعني حب مفرد حبات حب أنا مو قصدي حب أنا قصدي هب لا اجين انا مو قصدي شو حب انا قصدي شو تخلي انا شطر علي صح بتلاقي انا قصدي حب نويت ضحك يلا جايز لا يكتب ضحك لعبوها بالجامعات اذا كنتوا اكثر حب حب والله حب انا مو قصدي حب انا قصدي لما تكب شيء انت كب انا مو قصدي كب انا قصدي لما تشربي بتقولي بدني هب انا مو قصدي هب هب بدني اقصد بدني انا مو قصدي هب انا قصدي نغير الكلمه اخر مره لانه انزنقت ما عرفت هاي يعني اول مره إيه. اوكي نقطه ايه ونقطتين الي نقطة 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 إلا ونقطة إلا أوكي
كلمة ساعة. أنا ما قصدي ساعة. أنا قصدي نحطها على دنا ونسمع فيها أغاني. سماعة. مو قصدي سماعة. أنا قصدي شيء منشغل فيه نار. أنا مو قصدي الداحة. شو الداحة حبيبتي؟ منشغل فيه نار. طب شو الكلمة اللي بتلبق؟ شو قلت كلمة بلاش؟ شو قلت كلمة؟ سماعة. شو بيبقى سماعة؟ ولاعة. طب نفس الشيء الداحة ولاعة. لا في نفس الشيء. واحدة حاء تاء مربوطة واحدة عين وتاء مربوطة. نحن بنمشي على عين وتاء مربوطة. تمشي عاسي بتفهم شو يعني قافية أصلا. طبعا فهم شو يعني قافية. طيب ما هنا ولاعة. ولاعة. أنا مو قصدي ولاعة. خمسة. لا استني 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 ولاعة. أنا قصدي ولاعة. نفسي تكمل مره نفسي مفيش شيء نفسي قبل ما شايفاه شغل مخك لا احترمي حالك شغل مخك قلت لك شو تستخدمي عشان بضرب حالي عن جد عن جد ما بتعرفي طب راح اكمل انا يلا كملي مو قصدي ولاعه انا قصدي لما تمر حالي جوع على بلد انا مو قصدي مجاعه كملي انا مو قصدي مجاعه انا قصدي مجموعه ناس جماعه شغلت شفتي انا مو قصدي جماعه انا قصدي يلا شغلي لما واحد لما حدا لما شخص يكون كتير بياكل شو يلا فجعان لا فجعه هنا اللي بتشغل مخ اللي بتحكي عنه كانت شو فجاعة شو فجاعة ما اشوفك عم تاكل كتير بالك شو الفجاعة لين طيب فجاعة انت عم تقلي له بس مو صفة شخص هو نفسه لما ياكل كتير يعني صح ولا لا صح خلص كم انا مو قصدي فجاعة انا قصدي اللي نحط عليها شموع ما بعرف شو معناتها ببلدكم بس احنا هيك يعني شماعة اتوقع ما معنى هيك اصلا ببلدنا بس بنعرف المصطلح احنا شنو شماعة اتوقع هيك بحطوا عليها شموع انا مو قصدي شماعة انا قصدي ليش قصدي طاراتي توخم شو كانت الكلمة انا ما قصدي شماعة انا قصدي شو قصدك مستحيلية قولي واحد لما يكون حرق لما يكون حرامي ويسرق شو نسميه؟ يا الله اللي هو اسمه حرام نشالة الأهل الأردن شو بسموا حالهم؟ شو دخل نشامة؟ شماعة نفس الكونسبت في ألف بالنص يا الله يا الله شماعة نشامة كملي يلا نشامة يا لما تحكي كلمة غير القانون ما حدا سوالي ألم سبب الله وكيلكم تحكوا ألم ألم أحسن من عالم فيلم عالم فيلم بالله تكتبوا لي أقسم بالله أنا حاسة حالي صح 100% هاي غلط شو ألم ألم سبب ألم سبب أحسن علم فيلم علم فيلم علم فيلم عايش مع بغضاء صرنا عن نشامة يلا كمل اشتغل الضباب يلا نشامة يلا اوكي انا مو قصدي نشامة انا مو قصدي نشامة يلا ما علينا كمل انا مو قصدي نشامة انا قصدي هاي المعلقة على هالاواعي كم مرة؟ اوكي مرة اولى علاقة؟ ايه؟ نشامة علاقة؟ احسن من شماعة ونشامة على الاقل في شين خلاص بس شو علاقة؟ انا قصدي لما اثنين يدخلوا بي علاقة يلا انا مو قصدي علاقة انا قصدي معلقة على فكرة بتلبق معلقة علاقة معلقة علاقة ما
بشوفك تستني. ما بشوفيني؟ ها صارت ما تشوفني بدون نظارة. تفضل يلا. لا أنا مو قصدي على العلاقة، أنا قصدي يلا كلمة جديدة بما انه بطلت تعرف قدولي انت يا ايام يلا اوكي طلعنا كلمة جديدة واللي هي باب مين يبلش؟ انا مو قصدي باب، انا قصدي اللي بوقف عند الباب بواب قصدي كنية عمار بواب انا مو قصدي بواب انا قصدي هلا حول كلمة رح تتعلق رح تضحك علي لانه انا حاسة صح الشوز باللغة العربية حذاء شو بواب حذاء بواب حذاء بواب في ألف شو ألف استني بواب فخت اللي بيسوي لنا فول فوال شو يا الله شو فوال في شيء في شيء اسمه فوال من شو لشو كف لكف اكتبوا لنا انتم رح يجيك الكف على الخلص انت رح يجيك بص موسيقى يلا بواب اكمل يلا مو قصدي بواب شو قصدك لكن خلص الدمعة انا مو قصدي بواب انا قصدي جمع كوب انا مو قصدي اكواب سكية لك اختي صح انا مو قصدي اكواب انا قصدي صحون اكواب أكواب طلع العربية يا جماعة بدياكي تقرأي هذا الكومنت لين أكيد لا شو جاب لجاب لين صح صحي ما تخلي لا تفوز الدنيا أنا أفوز شفتي يحبوني أكثر منك على عيني وراسي يحبوك يا مفرو معي أهم شيء أنا صح القافية الشعرية ما دخلي بالشعرية هي الحروف الواقعة بين آخر حرف في البيت الأول وأول حق شو البيت الأول في البيت وأول حرف متحرك قبل الساكنين مع الحرف الأخير في البيت وعيوبها على نوعين جايز إذا انتبهت لي لما تضحك برفرف أنفه طب خلاص ما تخليني أضحك هلا يا دي المهم أنا صح طلعت ما علينا مين صح بس بعيدا عن علم فيلم علم فيلم ألم سبب ألم سبب في الوزن الصرفي وفي الاشتقاق اللفظي وفي الجمع بينهما شو يعني؟ انتي استاذك في المدرسة بتعرفي اكتر من استني الوزن الصرفي اتوقع الوزن هو انه نرجع الكلمة ما حكي نرجع الكلمة شو دخل؟ الاشتقاق اللفظي وفي الجمع بينهما يعني الزواج انه نجمع بالحب يعني لين شكلها كانت مريضة يوم درس العربي وصراحة أنا بسموني لانا قافية أوكي شوفوا بيني وبينكم كل حصة كل حصة عربي بس بتقوموني منه بتقومك منه؟ أكون نامة إنه بكون عم بلش أنام يعني هيك تكون بتجد فيه هيك عم وقت كانت تمشح القافية كنت قاعد حضرت نايمة يعني ما فيها قافية درسنا بس فطرت شو عم تحكي أنت؟ مين بدرس قافية هلا؟ العالم بتدرس قافية صفر هلا ما حدا بدرس قافية هلا بندرس عن وانا شو عم بدرس عبد الله عن شو عم بدرس هلا استنوا اذا ما بدرس على القافية استنوا اتذكر شو كان انا ادرس لانه هلا انا قطلة يعني كنت ادرس شو كان اسمه جيناس الجيناس في طرفي اوكي شو يعني جيناس؟ الجيناس كان انه مثل ترادف بين كلمة مو انه ترادف انه مثلا القافية انتي حلوة انا كنت بدرس القافية
هاي جايز، كيفكم؟ صار رجعنا انا ولين على البيت وقررنا نلعب لعبه ثانيه اليوم. كثير متحمسين وحابين. سكر الباب خليني افجر مصطفى. مصطفى عم يشغل بلاي ستيشن، ادم يلعب صارع راسنا من اول ما رجع. فاللعبه عباره عن انه انا معي 20 محاوله اني او 20 كلمه. الفكره من اللعبه انه انا جهزت 5 كلمات بدي اشرحهم للين بكلمه، يعني مثلا ارض او مثلا خشب. كيف بدي اشرح ليها؟ بقول لها شجره، هي بتحزر. ما عرفت مثلا بقول لها نبته شغله هيك. انا اللي ساق بعرف ساق الشجره. فانا جهزت لها 5 كلمات على تليفون مامي. انا جهزت لها 5 كلمات على تليفوني. اوكي، فكلمه تغلطي بحط واحد. لا انت حسبي كم كلمه عم تقوليها. ايه اوكي، يلا جاهزين؟ يلا. جاهزه؟ اوكي بخلص الخمسه بعدين انت. اوكي يلا. اول كلمه ايدين. سوارة. غسيل. شو الربط بين الايدين والغسيل؟ غسيل صابون. صح. اوكي. وقت. ساعة. ياي كاتبتها. اي والله والله بزاغي هلا. اوكي. انعكاس. مراية. واو يعني سهلين. اوكي. لون. لون لوحة. لا. نباتات. لون ونباتات. ورد يعني؟ شو لون ونباتات؟ اوكي نكمل. اول اوبشن كان لون ونباتات. اوكي. عيون. لون نباتات. طب اربطيهم، اربطي اول كلمه بثاني كلمه بثالث كلمه. اربطي هذول الكلمات ببعض وطلعي لي كلمه. لون ونباتات وعيون. ركزوا. لون نباتات عيون. في رابط، في رابط كتير كبير. مكياج. بابا عرف شو في. طب لو راح اشرح لك اكثر. هو لون. طيب شو نباتات؟ شو دخل نباتات؟ انه اخضر يعني. اخضر. صح، جاوب اخضر. لا تقولي مو سهل. ويت، لو اخضر سبعة معنى. اوكي اخر كلمة. موبايل. تواصل. بطارية. شاحن. يس. اوكي انا 10. اوكي بس الاخضر كانت صعبة، يعني روحت 10 كلمات من اصل 20. هلا دور لي. تفضلي. لازم اغير كلمة انا قلتيها. احضر المستريات. سو هلا لي رح تبدا. اوكي. هدية. عيد ميلاد. احمر. ورد. صح، صار 18. اوكي اوكي الكلمه اللي بعدها. شفايف. حمراء. صح. واو هالدرجه. سياره. ميني كوبر. مشي. سياره مشي. تاكسي. مواصلات. واحده هاي راحوا تنتين. لا غلط. لا هدول كلماتك انت، لازم اقول كلماتي انا. لازم تحسبي كلماتي. احسب الكلمات ولا انا طلب الشرح. بدي اقول ممشى. سكلات. شو لسه؟ سيارة. أرض. ممشى. أرض. شو دخل؟ هاي هاي شو دخل؟ شو دي؟ سيارة. ركنت؟ أنا آسف، استني استني أفكر. سيارة. طيب شو؟ سباق؟ شو؟
هقول خلص يعني؟ لا كملي اعطيني محاولات. مضل احا يعني. مضل خلاص. مستحيل مضل، ما في شيء مضل. حبيبتي مضل. شو بدي اقول لسه؟ فكري. قربي اقصى شيء. يلا نانا. سيارة، مشي، ممشى، أرض. دول كلهم عشو بدلوا يعني؟ سيارة، مشي، ممشى، أرض. سيارة، مشي، كمل. رصاصي، مترو، قطار. شو رصاصي؟ دخل سيارة بالقطار. ما بعرف. تلف مواصلات. عم تسجلي انت؟ هاي ثواني لسه وحدة. صاروا 12 كلمة قلتها. قولي والله استني. انا قصدي صاروا 12. 8 كلمات قلتهم. يعني لسه 12. رصاصي. شي دولاب؟ شو الشي الرصاصي؟ شوز؟ لا. رصاصي؟ دولاب؟ باب؟ سرعة؟ رصاصي؟ شارع؟ اوكي صاروا صعب والله. شو هذا اللي بعدها؟ اغاني، تيك توك، اذان. اذان سماعات. اوكي تواصل، واتساب، سوشيال ميديا، انستا. تواصل، سوشيال ميديا، تطبيقات، موبايل. سمارت. انت كم؟ انا 10. انا اضل 7. انا الفزت. يو يو. انت هذا بيعتمد على فهمك. شو فهمك انت؟ شو شايف؟ شايف كثير واضحة. لا. لولا النعمة كنت بسألها للوصلة. خائف. اوكي رح نعيد لعبة القافية اللي لعبناها بالسيارة، وهالمرة لولو رح تعطينا كلمات. رح نفرض تركيز. تركيز عن جد. تفضلي لولو. سيارة. لعبناها. اوه سمعتكم. ورده. لعبناها. ايه بالسياره من هون. طيب شجره. اوكي شجره. بقر. لا بس اوكي حلوه. بس شوفي نحن بدنا نقول، انت بتقولي لنا اذا صح ولا لا. طيب اوكي انا حبلش. بلشي. انا مو قصدي شجره، انا قصدي اللي بناكله برمضان. تمره. صح. طيب صح. اوكي انا مو قصدي تمره، انا قصدي لما الطفل ينولد ويعمل شيء يعني لحاله بدون ما حدا يعلمه. شو تحاول لولو لما ولد ينولد ويعمل شيء بدون فترة. يا جماعة هاي اختي والله ذكية مثلي طلعت سبحان الله. فترة. انا مو قصدي فترة، انا قصدي ضوء. لمبة. لمبة ماشي على القافية؟ لا لازم رابطة مربوطة. ها؟ شجرة. اوكي دوري. شغلة خليني اكمل دوري. يلا. انا مو قصدي فترة، انا قصدي لون الوردة. حمرا. يعني انا التاني مو اشتغلي هيك انه عاساس يعني مو واضحة. وشو انت شو تقولي انت مثل الهبلة يعني. شو؟ قصدي منتظح. ما لحقت افكر والله. ما لحقت تقولي. انا عم بركز على لون الوردة. اوكي انا مو قصدي حمرا، انا قصدي لما يخطر عبالك شي تسويه. يا الله. فكرة. يلا. انا مو قصدي فكرة. شو قصدي لولو؟ قصدي لما يكون بعد اليوم. بكرة. انا مو قصدي دورك. دورك انت لولو لعبت عنك. انا مو قصدي بكرة. صار صوتي هيك لاني حسيت. انا مو قصدي بكرة. انا مو قصدي بكرة. انا قصدي لون البشرة. هلا البشره ظابطه اسمه البشره قصدي لون البشره بيضه سمرة. بالضبط سمرة. اوكي انا مو قصدي سمرة، انا قصدي لا استنى افكر والله كان في كلمه براسي خربتها لولو. سمرة مالك زعلان. بس شوي ماشي ما بس لولو نفسانك. انا مو قصدي سمرة، انا قصدي خصلة من راسي. انا مو قصدي شعرة، انا قصدي نحنة. قصدي انا شقرة.
انا مو قصدي شقرة، انا قصدي شقرة. مالك سهلة هادي. انا بقلكم شو قصدي؟ قصدي القهوة. شو بتكون؟ مرة. انا مو قصدي مرة، انا قصدي القطة باللغة العربية. هرة. قلتي السيارة وصرت هيدي. انا مو قصدي هرة، انا قصدي اللي لما نلعب بالدرهم شو بنقول؟ طرة. انا مو قصدي طرة، انا قصدي انثى الحصان. صح؟ مهرة. مهرة؟ صح بس ايه مهرة. انا مو قصدي مهرة، انا قصدي الواحد لما يكون عنده كتير تجارب شو بكون صار عنده؟ خبرة. انا مو قصدي خبرة، انا قصدي شكرا ليك زعلان. ويت لا بدك تشوفيني، هذا نخصم لك نقط. قصدي خبرة. أنا قصدي لما الوحدة تطلع بالسجن شو تكون؟ حرة. ولما أصلاً غبية وما بتفهم شو بتكون؟ لا أوكي، رح نلعب اللعبة هلا ولولو رح تشارك معنا وماما رح تعطينا كلمات. كلمة قصدي. تفضلي ماما. شو الكلمة؟ ماما هلا فايقة منه. كتاب. كتاب لين. كل شيء انت مدخل. يلا. لما الشخص يوقف ذنوب تاب. مو قصدي تاب، قصدي الشيء اللي بتفتحيه لما بتفوتي على اي مكان. انا مو قصدي باب، انا قصدي حاجة عايدة. انا قصدي اللي بوقف على الباب. بواب. انا مو قصدي بواب، انا قصدي لا ماما حلو حلو عم تغششينا. انا مو قصدي بواب، انا قصدي احباب. ما طلع معك كلمتين ماما، لازم تقول هي المعنى الكلمه ونحن نعرف الكلمه. انا مو قصدي احباب، انا مو قصدي بواب، انا قصدي كنسل ما بعرف. طب اولا ايه انا مو قصدي بواب، انا قصدي الشعور اللي بحسه الانسان يعني لما يكون متضايق. عتاب. لا يعني يكون كتير سبب. رجع شوي. بواب. سبب. اطلع منها. اوكي لقينا كلمة حلوة اللي هي كلمة أكل. جاهزة؟ ها تبلشي؟ لا أوكي أنا ببلش. أكل. أنا مو قصدي أكل، أنا قصدي لما الشخص يحس شعور إنه رح يصير الشيء اللي بده إياه بالمستقبل. أمل. أنا مو قصدي أمل، قصدي الشيء اللي بيطلع بالشعر. أنا مو قصدي أمل قمل. أنا مو قصدي أمل، أنا قصدي الحيوان المفترس. نمر. نمر؟ بالضبط؟ صح. سواني كيف واحد تاني باقي. شو كانت كلمتك؟ أمل. اوكي بدي تفكير شوي يا جماعة. خلاص نمشي نمرق. لا نمر. أنا مو قصدي نمر، أنا قصدي الشيء اللي أنا قصدي الحيوان المفترس.